أهلا وسهلا بكم. سوف نقوم بقراءة لبرج الحمل في هذا الأسبوع. سنبدأ بالقراءة العامة وقراءة المال، وبعدها سوف نرى القراءة العاطفية للعزاب المنفصلين والمرتبطين بعدها. إذا لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا عجبتكم القراءة، وطبعا التفاعل دائما مرحب به. لنرى توقعات برج الحمل لهذا الأسبوع. إذا بالنسبة للتوقعات العامة، أرى أنك مركز على كل ما هو مادي في حياتك. طبعا الفترة صعبة وعصيبة، أفهم ذلك. يجب أن نركز على هذه الأمور. أرى أيضا أنك مجهد بعض الشيء ومتعب من كثرة الأعمال والأشغال على ما يبدو، ومن لديه قضايا أو محاكم أو ممكن أن نقول مستندات يقوم بتحضيرها. إن شاء الله سوف تتم في هذا الأسبوع وسيكون الجواب إيجابي إن شاء الله. وبالنسبة لمن هم في طلاق أيضا، أرى أنه سيكون لمصلحتهم. أرى أيضا أن لديك حرص مادي على المصاريف، أمر جيد أكيد. وهناك حساد، شخص ما يراقبك أو أنت تراقبه، يمكن أن يكون الشريك أنت تراقبه وتتجسس عليه، أو العكس كذلك، ممكن أن تكون طاقة عكسية. أرى حفل أو ترسيم على قال العزاب، أو أنه حفل زواج سوف يحضرونه في هذا الأسبوع إن شاء الله. تحقيق أمنية أيضا وتحصيل موارد مادية. لهذا قلت هناك من هم في محكمة سوف يكون لديهم تحصيل أموال إن شاء الله لمصلحتهم. بالتوفيق إن شاء الله. هناك تشافي وشفاء في هذه الفترة، أتمنى أن يدوم الأمر كذلك على هذا المنوال. أرى أنك كنت مربط حائر، لا تستطيع الحراك، مكبل. هناك أمر ما على ما يبدو أنت محتار فيه. كانت لديك طاقة خسارة، لكن إن شاء الله الأمر سيتغير، لأنه أرى أن سوف يكون لديك فرح، بداية جديدة، مرحلة جديدة سوف تبدأ في حياتك. حدسك قوي على ما يبدو في هذه الفترة، يجب أن تثق بحدسك. ونهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة مثل ما قلت. هناك إذا هذه كل السلبيات سوف تمر على خير إن شاء الله لتبدأ الإيجابيات. أرى حنين بعض الذكريات، حنين للماضي، حنين لعلاقة ما، أو إنها ذكريات، إنه حنين وذكريات. أرى أيضا أنه سوف تكون لديك فرص عديدة. الطاقة الحالية إيجابية جدا. أريد فقط بعض التوضيح لهذه الكروت، توضيح الكروت الحاضرة أكثر، لأنه أرى بعض السلبيات في هذه الطاقة، في هذه القراءة عفوا. أريد أن أرى أكثر ما يختفي. توأم الروح يظهر. أرى أنك تعيد حساباتك ككل. هناك سفر، لديك سفر في هذه الأيام. كان لديك جرح بسبب توأم شعلة، أو سوف تلتقي بتوأم الشعلة في هذه الأيام. لمن كان مرتبط بتوأم الشعلة سوف يلتقي الآن بتوأم الروح، والعكس. ومن لم يكن في علاقة مع توأم الشعلة سوف يلتقي به، وسوف يكون كذلك توأم روح. تحقيق لأمنية أيضا. وأرى بداية جديدة، خبر مفرح، خبر سار. ومن هم متزوجون يمكن أن يكون لدى الطفل. أرى طاقة رحيل أو ترك علاقة. لهذا أقول هناك جرح وندم وخسارة وتربط أو تكبيل. أرى أنك شخص
جذاب، واثق من نفسك، أيضا عنيد بعض الشيء، شخصيتك قوية أكيد لأنه برج الحمل. كان لديك حلم، لكن سوف يكون لمن هم كانوا منفصلين، سوف تكون عودة للحبيب، ولمن هم عزاب سوف يكون عرض جديد، وللمرتبطين سوف تكون بداية جديدة في علاقتهم مبنية على حب أكيد. أنت شخص كريم مع القريبين منك، وتدافع بشدة عنهم وعن كل ما هم من هم في دائرتك. أرى بعض التفكير ودراسة لأمورك، وكأنك في تدرس وضعك الحالي بين الماضي والمستقبل. أنت في الحاضر تدرس الأمرين، وهذا أمر جيد بعض الأحيان لأنه يفيد. إذا سوف ننتقل الآن إلى القراءة المادية أو العمل بالنسبة لبرج الحمل. لا تنسوا اللايك والاشتراك إذا أعجبتكم القراءة ودعم قناتنا لنستمر إن شاء الله. إذا نمر الآن للقراءة المادية. القراءة المادية لبرج الحمل، القراءة المادية لبرج الحمل في هذا الأسبوع. بعض الخروج تتكرر هنا. إذا سوف نبدأ بطاقة، أو ليس طاقة ولكن أرى إحساس بالغدر والخيانة من شخص ما على ما يبدو فيما يخص العمل. أرى أنك تركز كثيرا على الماديات مثل ما قلنا، وهذا أمر طبيعي. أنت شخص كريم مع المحيطين بك. أرى تحسن أو اجتماعات في هذا الوقت، أو ممكن أن نقول أنه سوف يكون لديك تحسن في التواصل مع الآخرين بالعمل. أنت تجتهد وكثيرا في عملك، الأمر جيد. سوف يكون لديك عرض شراكة بالعمل، وأرى أنك طبعا كعادتك قوي الشخصية يا برج الحمل، أمر طبيعي. سوف يكون لديك عرض عمل لمن هم يبحثون عن عمل، ترقية لمن هم يشتغلون حاليا ومن هم يشتغلون لأنفسهم أو لحسابهم الخاص. سوف يكون لديك عرض شراكة جديد سوف يطرح عليك. احذروا من شخص متلاعب بعملكم أو منافق، ممكن أن نقول. بداية جديدة فيما يخص العمل، أمور تنفتح أمامك، حياة جديدة تنفتح أمامك، الشراكات إيجابية، سوف تقدم من أعمالك جيدا، أو الفرصة الآتية إن شاء الله سوف تعود عليك بالخير. كان لديك حزن فيما قبل هذا، لكن أرى أيضا لديك من يراقبك بالعمل، حساد بالعمل، غيورين بالعمل. احذر جدا لأنه أرى شخص متلاعب وغيورين مراقبين لك، الأمر لا يبشر بالخير، عليك الحذر. هذا ما أنذرك به. أنت الآن في كامل جاذبيتك، ليس فيما يخص الجاذبية الجسدية، لا، ولكن فيما يخص في مردودية، هذا ما أريد قوله. مردوديتك في العمل عالية جدا ما شاء الله، أتمنى لك كل التوفيق. ومثل ما قلت سوف يكون لديك عروض كثيرة في العمل، عرض ثاني على ما يبدو سوف يكون لديك، وعليك الاختيار العرض المناسب لك. لنرى، هناك ارتياح مادي، سوف تكون مرتاح ماديا في هذه الفترة إن شاء الله. بعدما كنت مجروح، ما كنت
لديك ديون، كانت لديك مشاكل وصعوبات كثيرة في العمل، كانت تؤرقك بالليل، لكن الحمد لله تحسنت الأمور. سوف يكون لديك مبلغ مادي، تحصيل مبلغ مادي أو مساعدة مادية سوف تأتيك في هذا الأسبوع إن شاء الله. وعرض شراكة أيضا يتأكد في هذه القراءة إن شاء الله. خصوبة مادية أيضا، ليس فقط الخصوبة المادية ولكن ما نسميه رخاء مادي إن شاء الله. عفوا على الصوت، هناك من يشاهد كرة القدم حاليا. أنت تقوم بدراسة أمورك جيدا، تعيد حساباتك، أنت تراقب خبراتك الماضية وتتعلم منها. هناك تحصيل لأموال وتحاول أن توفر بعض المال، أمر جيد. أنت حازم وهذا أمر جيد أيضا، لكن عليك الحذر من التعب، أنت متعب مرهق، هذه ثاني مرة يظهر هذا الكرت. كان لديك رحيل من عمل لمن هم حاليا بدون عمل، رحلتم من عملكم ولديكم حيرة، لكن الحمد لله بفضل الروحانيات العالية سوف تكون لديكم فرصة جديدة. أتمنى لكم كل التوفيق، لأنكم متعبون، عانيتم الكثير في هذه الفترة، لكن الحمد لله التشافي، أرى التشافي، أنتم شفيتم وهذا أمر جيد. طاقتكم الآن صارت واضحة وصارت أحسن الحمد لله. الآن سوف ننتقل للقراءة لا، سوف نرى أولا نصائح برج الحمل من الملائكة قبل المضي إلى القراءة العاطفية، فهناك من لا يهتمون بالعاطفة. إذا أول نصيحة تقول easy does it. Your health, happiness, and abundance require a gentle approach to life and work. عليك صحتك، سعادتك، واهتماماتك تحتاج إلى طريقة جديدة في الحياة وفي العمل. هذه هي النصيحة الأولى. الثانية تقول bless your heart, reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. عليك البحث على الدعم العاطفي والروحاني للتشافي نفسيا وحتى لتصفي ذهنك. سيكون لديك الكثير من المناسبات التي سوف تحضرها. أعلم أنها كورونا وهناك الحجر الصحي في بعض البلدان، لكن سوف يكون لديك مناسبات سوف تحضرها في هذا الأسبوع، زواج، أعياد ميلاد، ترقيات، حفلات ترقية، وحتى ذكرى زواج للكثير منكم. إذن سوف ننتقل الآن للقراءة العاطفية للعزاب. سوف أعود بعد خلط الأوراق. إذن عدنا الآن لنقوم بقراءة العزاب، القراءة العاطفية لعزاب برج الحمل. لنرى، أنت شخص كريم مع من تحبهم والمحيطين بك، لكن لديك تعلق بحبيب سابق لأنها كانت كارما، ولديك حنين لهذه العلاقة التي خرجت منها. على ما يبدو كان توأم روح ورحل أو رحلت عنه. أنت شخص أو أنت شخصية قوية وعنيدة بعض الشيء، لكن الرحيل تم بسبب طرف ثالث في العلاقة وشخص متلاعب. لديك إحساس بالخسارة، لكن أنت في كامل جاذبيتك وقوتك. سوف يكون لديك تحقيق لأمنية لتلتقي بشخص جديد. على ما يبدو سوف يكون لديك فرصة جديدة إن شاء الله. إذن سوف نرى أكثر.
لأنه سوف يكون لديك تشافي من هذه الطاقات السلبية، سوف تدافعين عن حقوقك من في المستقبل، وسوف يكون لديك عرض حبيب أو عودة لحبيب بعد حزن كنت تعيشينه. سوف يكون لديك سفر أيضا وهبة من السماء إن شاء الله بعد ركود دام مدة طويلة جدا، وإحساس بالقدر وليس فقط بالغدر لكن بالخمول عن التحرك فيما يخص العاطفة. إن شاء الله سوف يكون لديك مرحلة جديدة خصبة جدا بالفرص وبالأموال. سوف يكون لديك بداية لعالم سوف يكون لديك بداية لعالم جديد ورخاء مادي إن شاء الله بعد قطع العلاقة التي كنت فيها، وبداية جديدة تتحقق مع توأم الشعلة هذه المرة. إذا باختصار، توأم شعلة، بداية جديدة، رخاء مادي، تشافي بعدما كنت في علاقة توأم روح وذهب منك هذا التوأم الروح بسبب طرف ثالث، لكن إن شاء الله الأمور تسير على خير والحياة سوف تمنحك فرصة أخرى وبداية جديدة إن شاء الله. أتمنى لكم كل السعادة. سوف أخرج الكروت ونرى الآن قراءة المرتبطين وبعدها المنفصلين. ابقوا معي سأعود سريعا. عفوا، الآن سوف نقوم بقراءة لمرتبطي برج الحمل لهذا الأسبوع، القراءة العاطفية أكيد. كان لديكم رحيل، تغيير بيت أو مكان، وأنتم ناس كريمين. هذه أكثر من مرة تظهر في هذه القراءة، أنتم ناس كريمين وجدا مع المحيطين بكم. سوف يكون لديكم فرصة جديدة، فرصة مادية جديدة بعدما كنتم مليئين بالديون أو مكبلين في وضعية صعبة جدا ومرهقين منها. إن شاء الله سوف تلتقون بتوأم الروح. لا أدري، هذه قراءة للمرتبطين فقط. يمكن أن تلتقوا توأم روح بعد انفصال أو عودة لتوأم الروح لمن هم مرتبطين وليسوا مطلقين ولا منفصلين، بعدما دافعتم عن أنفسكم بسبب أطراف ثالثة كانت متدخلة في الموضوع، لكن بفضل جهدكم استطعتم التغلب. هناك طاقة تجسس من الشريك إليكم أو العكس، هناك تجسس، حرص مادي على ما يبدو، وأيضا أن تحافظون بكل قوتكم على الشريك، هذا أمر جيد. هناك أيضا أرى ماديا أنكم سوف تكونون في فترة جيدة جدا ممتازة وسعيدة. سيكون لديكم خبر ولادة لمن هم متزوجون أساسا، وأنت صرت حاسمة في القرارات، أنت كذلك يا برج الحمل. أرى أنكم في طاقة حنين وتفكير في الماضي. سوف يكون لديكم فرصة جديدة سواء في عمل، في حب، في الحياة عامة. بعدما كنتم تعيشون أرق، أرى ثاني مرة هذا الكارت، أنتم تسهرون بالليل كثيرا، تفكرون بأموركم وبحياتكم، لكن أبشركم سوف يكون لديكم احتفال بفرصة جديدة سوف تظهر لديكم إن شاء الله، سواء في الحب، العمل، في الزواج. سوف يكون لديكم أيضا سفر ونهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. سوف تحتارون في أمر ما بداية جديدة، سوف تختارون البداية الجديدة بعدما ضاع منكم جهد، حب، وقت أو أموال ضاعت منكم. كنتم نادمين على هذا الأمر وأعدتم حساباتكم، لكن إن شاء الله سوف تعيشون الاستقرار المادي. سوف يكون لديكم ارتباط لمن هم ترسيم العلاقة عفوا لمن هم حاليا فقط في علاقة حب،
وفرصة، أكيد عرض حب جديد سوف يظهر لمرتبطي برج، أو عودة الحبيب لمن هم منفصلين حاليا فقط مؤقتا بسبب ظروف العمل أو ظروف العامة. سوف يكون لديك فرص كثيرة جيدة. أتمنى لكم السعادة والتوفيق إن شاء الله. إذا سوف نرى الآن قراءة على السريع للمنفصلين، ونرى ما سبب انفصالهم منفصلي برج الحمل. سوف أخلط الكروت على السريع وأعود لكم. الآن سوف نقوم بقراءة العاطفية لمنفصلي برج الحمل، ونرى هذا الأسبوع ماذا يخبئ لهم الجرح والحزن، وأيضا العطاء العاطفي الكبير بعد فرحة عشتموها وجراح كثيرة كانت لديكم. ووعود سوف تأتيكم فرص كثيرة، عروض حب كثيرة، وعجلة الحظ إلى جانبكم، وتحقيق أمنية، والحبيب يعود إليكم على ما يبدو، لأنه لا زال يراقبكم أو لا زلتم تراقبوه. وسوف يكون لديكم سفر على ما يبدو مع الحبيب، وعرض جديد للحب من طرفه، وبداية جديدة لكم. أرى عروض كثيرة تظهر في هذه بعدما كنتم في إجهاد كبير. لاحظتم عروض حب كثيرة تظهر في هذه القراءة، والعالم الجديد والبداية الجديدة مع الحبيب، والأمر يبشر بالخير. أتمنى لكم كل السعادة والتوفيق. إذا سأكمل أريد فقط أن أستوضح الأمور أكثر لأنها تعجبني. كان لديكم غادر، صرتم ناضجين كفاية، روحانيتكم عالية جدا جدا، وبعض الغموض يفيد أحيانا. أرى إذا أنكم صرتم تشتغلون على نقاط ضعفكم والنقاط السلبية. كان هناك طرف ثالث هو سبب مشاكلكم وأرقكم والصعوبات التي عشتموها، واحترتم كثيرا، ولكن قطعتم علاقة لتبدأوا شيئا جديد. أي صحيح، احتفلتم وكان رحيل للحبيب وندم، لكن إن شاء الله الأمور تتغير. كنتم متعلقين جدا للأسف بالحبيب، لكن بفضل قوة شخصيتكم وأيضا لأنكم أعدتم نظرة إلى الخلف لتروا ما سبب هذه العلاقة السلبية التي كانت مع شخص انتهازي تركك معلق وكنت تحن كثيرا إليه. سوف تأتيك فرص جديدة وترسيم علاقة حتى مع فرصة جديدة في الحب إن شاء الله، أو مع نفس الشخص ممكن، لأني أرى للبعض منكم سوف يكون عودة لنفس الحبيب. شخص متلاعب فعلا، كان ترسيم علاقة مثل ما قلت. سوف للكثيرين منكم سوف يكون لديهم حيرة بين شخصين، شخص من الماضي وشخص جديد سوف يظهر. أتمنى لكم كل السعادة والتوفيق في حياتكم. شكرا على المتابعة وشكرا على التفاعل مع الفيديو.